كل سنة وكل المصريين دايما بخير. في اليوم اللي ربما بيحتفل به المصريين بقدوم شهر رمضان الكريم وأيضا استقبال شهر رمضان خلال أيام وثم عيد الفطر، وفي اليوم اللي فيه أيضا أعياد لإخواتنا الأقباط زي الجمعة الحزينة وزي أحد الشعانين، بيتزامن الاحتفال ما بين العيدين دول بعيد يعني بيتوسط المسافة ما بين المصريين والأقباط، عيد شم النسيم، العيد الأقدم والأهم على الإطلاق. خلينا نقول إن كتير جدا من المصريين مرتبطين بطقوس خاصة بهذا العيد، عيد شم النسيم، وفي أكلات معينة كلنا عارفينها كويس جدا في شم النسيم، والسنة دي والعام الثالث ربما هنحتفل بعيد شم النسيم خلال شهر رمضان. يمكن احنا من بدايه الحلقه بنتكلم عن الموضوع ده، يمكن سالنا حضراتكم ناويين تعملوا ايه، ناويين تفطروا في شم النسيم رنجه وفسيخ ولا هتاجلوها للعيد، وعشان كده في كتير مننا ناويين ان هم يفطروا رنجه وفسيخ، فازاي هناكلهم بالذات في رمضان؟ يعني يمكن ده تحدي كبير قوي لينا او للناس اللي عايزه تحتفل بهذا اليوم وما تفوتش اليوم ده وتعديه عادي خالص، وفي نفس الوقت ما تبقاش صاحيه تاني يوم تعبانه وكمل بقيه الشهر الكريم على خير، بالذات انه فاضل ايام بسيطه جدا جدا. هنعرف نعمل ايه لو حابين نعمل سواء ده او ده؟ هناكل الفسيخ والرنجة في رمضان ولا هنأجله في العيد فناكل معاه كحك؟ يعني حاجات كتيرة قوي عايزين نعرف كده روشتة منها هنعمل بيها ايه من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو النهاردة الدكتورة منال عز الدين خبير التغذية في معهد تكنولوجيا الأغذية. أهلا بيك يا فندم منورانا، صباح الخير عليك. أهلا وسهلا بحضراتكم وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتورة. دكتورة، السنة دي ناس تعمل ايه في شهر رمضان؟ ثالث رمضان يمر علينا ويبقى جواه شم النسيم، الناس عملت ايه السنتين اللي فاتوا وتنصحي نعمل ايه السنه دي؟ السنتين اللي فاتوا الناس برضو صممت زي ما الاستاذه قالت انه ما تاكلوا الرنجه والفسيخ والملوحه في رمضان، وده طبعا يعني احنا بننصح في البدايه ان الناس تاجل موضوع اكل الاسماك المملحه بشكل عام في العيد، ولكن اللي حابب ياكل في رمضان اللي هو يوم الاثنين ان شاء الله، كل سنه وحضراتكم طيبين، ما عنديش مانع انه ياكل، ولكن انه يتم الاعداد بشكل امن وصحي، التقديم بشكل امن وصحي. يعني ايه؟ نمره واحد نصيحتي للساده المشاهدين، بلاش فسيخ لان نسبه الملوحه فيه عاليه جدا، هيشعر بالعطش الشديد تاني يوم الصيام. كمان الفسيخ ليه مشاكل يا ريت نتجنبها خلال الشهر الفضيل، البكتيريا اللاهوائيه، البكتيريا اللاهوائيه اللي بتكون موجوده في انسجه الفسيخ اللي ما بتروحش ولا بالخل ولا بالليمون ولا بالبصل ولا بالغليان ولا بالقلي، لانها بتكون متخلله جوه الانسجه. فنصيحتي بلاش الفسيخ، لان الاكل الفسيخ مغامره، وزاره الصحه بتعلن حاله الطوارئ. المضاعفات طبعا اللي بتحصل نتيجه اكل الفسيخ المصاب بهذه البكتيريا انه بيصيب الجهاز التنفسي بشلل، بيحصل زي غثيان والقيء والدوار والزغلل، خطر قوي، بيساوي حياه الانسان. ما هو الانسان لو ما تلحقش في الوقت ده، يعني الحاله دي ما ينفعش نقول ناخد بقى كيس فوار او اسبرينا او كوبايه شاي، لازم يتوجه فورا لغسيل المعده وموجود في مراكز السموم عشان ياخد كمان المصل. يعني ما ينفعش اي مستشفى او دكتور جنب البيت، لازم نروح مراكز. طب وعلى ايه؟ على ايه من ده بايه يعني؟ بلاش احسن بالظبط يعني كده، ما ده اللي احنا بنقوله. المنتشره طبعا في جميع انحاء الجمهوريه لو حد شعر بهذه الاعراض. طب البديل الامن ايه للناس اللي حابه تاكل اسماك مملحه في يوم شم النسيم؟ الرنجه. الرنجه شخصيه، مفيش في الانسجه حاجه فيها؟ لا، هي الرنجه طريقة إعدادها إن هي بيتم تملحها وبعد كده بيتم تدخينها، فده بيديها فترة من الصلاحية أعلى وبتكون آمنة، بس بيشترط برضو إن هي تكون مغلفة. يفضل نجيب الرنجاية اللي هي مغلفة، اللي هي خالي التغليف بتاعها خالي من الهواء، وبتتميز الرنجة كمان المغلفة إن نسبة الملوحة فيها بتكون أقل من الرنجة اللي موجودة في الصناديق الخشبية. عشان كده بيشيلوها في أكياس مغلفة وبيسحبوا الهواء، لأن فترة صلاحيتها بتكون أقل، لأن عامل اللي بتتوقف عليه الأسماك المملحة هو كمية الملح الموجودة في السمك. طبعا كل ما كمية الملح كانت عالية كانت الشلف لايف بتاعتها أو فترة الصلاحية أطول. كمان الرنجة اللي هي المغلفة ممكن إن احنا نشويها على البوتاجاز في البيت بشكل مباشر،
اللي بتكون في السلاتيق بتكون نسبة أملاحها عالية، رطوبتها بتكون أقل، لا تصلح إن احنا نحطها على البوتاجاز ونشويها. لو حطيناها تتملح أكتر. بالظبط كده، نسبة الملوحة بالشوي بتزيد في الرنجة، فنخلي بالنا اللي عايز الرنجة ما تكونش حادقة معاه ما يشوهاش. طيب البديل الآمن إزاي أو أعدها وأقدمها إزاي؟ إن أنا أجيب مية مغلية وأحط فيها الرنجاية لمدة نص دقيقة بس. دي طريقة صحية لإعداد الرنجة، وفي نفس الوقت بنتخلص من كمية الأملاح، وبتسهل علينا إخلاء الرنجة إن هي تبقى رنجة مخلية ونقدر ننظفها ونخليها من الشوك. نراعي برضو واحنا بنشتري الرنجة يا فندم ان احنا نشتريها من الاماكن الموثوق فيها، من السوبر ماركت، تكون سواء كانت في صندوق خشبي او في الكيس تكون جوه تلاجة، تكون مبردة. في مشاهد بنشوفها في الاسواق الشعبية الرنجة معرضة في الهواء، محطوطة كده في الهواء بالظبط تحت ضوء الشمس بالزبط. طبعا ده بتأدي لنمو الفطريات والبكتيريا، مش شرط انها تكون مخصوصا لو كانت في الصناديق الخشبية، مش في الصناديق الخشبية ومكشوفة ومش مغطاة، فطبعا دي بتبقى اكثر عرضة للتلوث. نخلي بالنا كمان واحنا بنشتري الرنجة، في ناس دايما تسأل عن تفاوت الاسعار، يعني ممكن كيلو الرنجة يجيب 3 كيلو رنجة من الأسواق الشعبية. الفرق بيكون إيه يا فندم؟ في طريقة تدخين الرنجة نفسها، لأن الرنجة بنستخدم عشان ندخنها بطريقة إلى حد ما صحية خشب الأرو، ده بيكون المخلفات اللي طالعة من الدخان أو تأثير الدخان على الرنجاية ما بيكونش ضار. في بعض الأماكن اللي بتبيع الرنجة رخيصة، طبعا خشب الأرو سعره مكلف، فبتستسهل بتجيب أي حاجة تحرقها وتعرضها للرنجة، فبالتالي هنا بتطلع بعض المركبات الضارة اللي بيكون لها تأثير مسرطن وللأسف بتترسب على سطح الرنجاية. أنا عايزة أقول لحضرتك إن بجد بجد أنا عمري ما فكرت ورا فكرة إن هي مدخنة إزاي، فكويس إن حضرتك شرحتها. لا طبعا في طرق للتدخين صحية أو مناسبة للسمكية، وطرق أخرى ضارة عشان يبقى المكسب أسرع والتكلفة أقل، ونقول بنبيع الرنجة أرخص. طبعا في الملوحة، والملوحة دي طبعا من أيام الفراعنة. لا قبل الملوحة اتفضل يا فندم. ما زلنا في الرنجة. تمام. زال الحديث في نوعين من الرنجة، في رنجة برضو بالنسبة لضغط الدم ولا مرضى الكلى والمرضى القلب، القلب خطر يعني، ما زالت حتى برضه في مرحله الرنجه، مش بنتكلم في الفسيخ بالظبط، بنتكلم في الرنجه. في نوعين من الرنجه، في نوع خطر وفي نوع اقل خطرا، يا ريت نميز بينهم وطريقه يعني اخلاقها من الدهون بتبقى عامله ازاي. طبعا مريض ضغط الدم ومريض القلب، وزي ما حضرتك ذكرت اصحاب الامراض المزمنه، يفضل ان لو هياكلوا رنجه اولا ما ياكلوش مقدار كبير جدا منها، ثانيا ياخدوا الرنجه الدلعه. يفضل انهم ياخدوا الرنجة الدلع، وانصحهم برضو حتى لو دلع ان هم تسلقوها نص دقيقة في المية عشان تتخلص من الدهون والاملاح بقدر المستطاع. وهو بياكلها ياكل جنبها كم من السلطة كويس جدا، يعمل سلطة رنجة، يعني يحط خس، يحط جرجير، يحط خيار، يحط طحينة، بحيث ان هو يقلل من كمية الاملاح اللي موجودة في الرنجاية. طبعا يا ريت لو يشرب بعد ما ياكل الرنجه كوبايه عصير برتقان، ينسون، شاي اخضر، مشروبات الصحيه دي. كمان وجود البقدونس بيقلل من امتصاص الدهون. صحيح، يعني انا لو قطعت عشان كده بيحطوه تحت الكفته والكباب وكده. بالظبط، بيقلل من امتصاص الدهون ومن امتصاص الاملاح كمان، يعني الساده المشاهدين ممكن يستغربوا حته امتصاص الاملاح، البقدونس ليه دور في امتصاص الاملاح، الموز، البطاطا، الكنتالوب، دي اكلات بيفضل ان احنا ناكلها يوم شم النسيم كمان ومع الوجبات الاسماك المملحه، لانها بتقلل من تركيز الاملاح في جسمنا. نهتم بشرب الميه، شرب الميه في اليوم ده مهم جدا، اللي هيقرر ياكل اسماك مملحه لازم يشرب من 2 ل 3 لتر في الفتره ما بين الفطار للسحور عشان يعمل عمليه غسيل للجسم من الاملاح، او ياكل فواكه زي بطيخ زي كنتالوب بالظبط، بيبقى فيها نسبه ميه كبيره. ده حقيقي، والبطيخ بدا يظهر كابوتشا، خس، الخس البلدي. اه الخس البلدي سبحان الله، في الزيت بتاع الخس اللي بيكون ليه تاثير في الورقه العريضه الناعمه الجميله دي. صح. كلها فوائد وكلها صحه، كلها ميه بالظبط، وكلها ميه. ممكن يكون مر شويه، بس عايزه اقول ان المرار ده هو قمه الصحه، لان زيت الخس مفيد للجهاز العصبي، مفيد للجهاز الهضمي، غني بالالياف، الفراعنه كانوا بيقولوا عليه زمان كمان من اغذيه الخصوبه. طب الكابوتشي هل ليها نفس القيمه الغذائيه بتاعه الخس البلدي الجميل ابو ورقه غامقه وعريضه؟ للاسف لا. لا ما تهزري. لا معقوله يا دكتور؟ خالص. ينفع كده يا فندم؟ خالص. الخصاية البلدي المصرية الجميلة بتاعتنا الطويلة تانية أطعم بكتير. الكابوتشي مسكرة. آه طبعا هي مسكرة وغنية بالألياف فعلا، التانية فعلا أمر بالظبط. ما هي الفايدة في المرار،
يا سلام. سبحان الله، لان ده زيت الخس بيكون تركيزه أعلى في الخس البلدي، فبالتالي الجسم بيقدر يستفاد منه بصورة أعلى. للأسف في ناس كتيرة بتتخلص من الورق وما بتاكلهوش بتاع الخس جدا. هي بترمي القيمة الغذائية في الخصاية. فهي الخصاية تتغسل كويس جدا ورقة ورقة تحت مية جارية وتتقدم، ومعاها الليمون ومعاها طبعا البصل، بس أنا طبعا ما بفضلش كنت البصل. لسه بقى هسألك على موضوع البصل. احنا من قديم الأزل المصري عامل وجبته الخاصة اللي جنب الفسيخ والرنجة شوية حقيقي. طماطم شوية مش عارفة ايه، لكن البصلية الخضرة دي ده حقيقي. بتتاكل كده يعني بقى فاهمة، فهل ده صحي ولا لا؟ بيقولك البصل بيقتل البكتيريا، احنا عندنا الاعتقاد ده. معلوماتك سليمة، البصل فعلا مضاد حيوي طبيعي، مضاد للالتهاب، بينظم مستوى السكر في الدم، بيقلل من نسبة الكوليسترول الضار، غني بالألياف، بيدي شعور بالشبع. ولكن احنا مشكلتنا ان احنا في رمضان والناس بتروح تصلي في المسجد بعد الفطار. لا ما احنا اتفقنا بقى احنا الناس هتأجل. لا يعني احنا بنتكلم هنا لو الناس أجلت للعيد. هو طبعا مفيد جدا، وعشان اقلل شويه من الحرقان بتاع البصل ممكن ننقعه في خل قبل ما نقدمه على المائده. الخل بيكسر شويه حته الحرقان اللي موجوده في البصل، ولكن هو طبعا مفيد، وكان بيرمز عند المصري القديم بيتخذوا رمز للاراده. فعندنا كمان الملانه، الاراده فعلا اللي بيعرف ياكل بصل وعنده اراده ده رمز للاراده فعلا. الملانه كمان من الحاجات الموجوده في شم النسيم، والملانه عباره عن حمص، وطبعا دي برده من الحاجات الصحيه الجميل. عايزه اقول لحضراتكم ان المصري القديم كان بياكل كل حاجه صحيه على فكره، ده حقيقي. يعني كل حاجه كانت صحيه ومفيده. الحضاره اتبنت صدفه يعني، واكيد كان راجل بياكل كويس. بالظبط. فهي الحاجات الصحيه والطبيعيه هي اللي مفيده لصحتنا. طب هل في اي قيمه غذائيه في الرنجه؟ خلينا نتفق الفسيخ لا اكيد. لا الفسيخ لا طبعا. نسبه الملح، الرنجه هي سمكه، الاسماك في مجملها لحمها بيتميز انه في نسبه من البروتين، سهله الهضم، سهله الاعداد والتحضير، ما بتاخدش وقت كبير على النار، فهي مفيده طبعا. وفي بعض الانواع من الاسماك زي السردين عندنا، وزي التونه والماكريل غنيه بالاوميجا 3، فهي مفيده، وخصوصا ان احنا داخلين على مرحله الامتحانات بعد العيد، فبتساعد على التركيز والتحصيل الدراسي. الرنجه سمكيه مفيده، ولكن انا مشكلتي مع الرنجه لو نسبه الملح فيها عاليه. امال لو عملنا الرنجه زي ما ذكرنا بالسلطه والليمون والبصل. طب وازاي نحطها تحت ميه سخنه؟ قلت لي نحطها نص دقيقه في ميه سخنه. نص دقيقه. هنجيب الرنجايه طبعا نطلعها من الكيس بتاعها، تبقى دلعه بالظبط، ونحطها في نمسكها من طرفها كده ونحطها في الميه لمده 30 ثانية بالظبط، ونطلعها على طول. ميه مغلية. ميه مغلية. ده من غير تشويح على النار؟ لا 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 خالص، ده هنا هتكون نسبة الملوحة أقل بكتير وصحية أكتر، ودي الطريقة المناسبة للرنجة المالحة. الرنجة الدلع ممكن تشوح على النار أو نحطها في طاسة أو جريل على النار، ما فيهاش مشكلة، لأن زي ما ذكرنا التدخين أو المعاملة الحرارية بتزود الملح. بتزود نسبة الملح. فعندنا عايزين الناس تستمتع، ولكن بضوابط، ننظم ونقنن الكميات المتناولة عشان نقدر نستمتع بأيام سواء شم النسيم أو العيد. وكمان بقى حضرتك عندنا لسه في العيد في كحك. لا بس خلينا أنا عارفة أن حضرتك عندك كتاب عن أصول الأكل، يعني بتقول لنا كده أصل كل أكلة منين. أصل الفسيخ والرنجة احنا عارفين أنه مصري قديم، لكن احنا عرفنا من المصري القديم كان بيدخن الرنجة السمكية، يعني ازاي كانوا عارفين يعملوا ده؟ المصري القديم ملح الاسماك، التدخين مش من المصريين اللي ابتدعوه، التدخين جالنا من رنجة هولندي اصلا صح؟ نعم هولندية. هولندية من الدول الاوروبيه. امال المصري كان بيكتفي ان هو وقت ما السمك كان بيبقى زياده في نهر النيل كان بيصطاده، طب بيلاقي كميات كبيره ومش قادر ياكلها، فبدا يجيب الملح. ما كانش فيه فريزر ولا كان فيه حاجة. فجاب الملح كوسيله للحفظ، ان يبتدي يملح الاسماك ويركنها ويخزنها بطريقة آمنة، بحيث أن الوقت اللي بيقل فيه السمك في النيل أو ما فيش مجال لصيد الأسماك بكميات كبيرة كان بيطلع من الأسماك المملحة المخزونة ويبتدي يستخدمها. وإحنا على فكرة الدولة يعني اللي يقول لك أن المصري الفسيخ، المصري القديم كان بياكل فسيخ، دي مقولة خاطئة. لا هو كان الموضوع ده تطور عبر الزمن بقى. بالظبط، يعني احنا خدنا الفكرة الأصلية من المصري القديم وتطورت عبر السنين. المصريين بس هم اللي بياكلوا فسيخ على مستوى العالم على فكرة. والعديد من الابحاث اتعملت ان ده ضرر وان ده ليه عواقب سيئه على صحه الانسان، ولكن هو والله احنا كل سنه بنطلع نقول مفيش فايده. والله ما في فايده. انا بقالي فعلا كل سنه فعلا بنطلع نقول شم النسيم. والله احنا بنأدي اللي علينا وعلى رسالتنا، بنوجه الناس، وهي مساله وعي في البدايه والنهايه. يعني لكن الموضوع خطر جدا، يعني خطر جدا لو السمكه مش من مكان موثوق فيه. وللاسف كمان احنا مع المواسم زي الاعياد
المحلات بتعمل بسرعه بسرعه بسرعه، فبالتالي السمكايه ما بتاخدش وقتها في التمليح الكافي. كمان وانا لو عايزه اكل فسيخ وانا بشتريه الاحظ الفسيخه لازم تتفتح قدامي، لحمها يكون لونه احمر وردي، لونها بني او لونها مزرق او عديمه اللون، دي ما نشتريهاش خالص. بالظبط كده، تكون السمكايه واضحه على بعضها، ما تكونش مهريه، يكون نسبة الملح في الفسيخ، كل الفسيخ بقى كل ما الملح كتر كل ما ده كان مؤشر لأمان الفسيخ. الفسيخ الدلع أو الفسيخ اللي ملحه قليل ده دليل إنه ما خدش حقه في الإعداد والتمليح. فمهمة جدا للي عايز ياكل فسيخ الحكاية دي. ننصح الناس كمان بالعيش البلدي على المائدة، العيش البلدي من الحاجات الغنية بالألياف وبترفع من كفاءة الجهاز الهضمي. يعني كده كده احنا بالنسبة لنا بصراحة بنقول للمشاهدين السادة المشاهدين انه تجنبوا الفسيخ، لانه مش معقولة كل سنة يعني الدكاترة بيقولوا لنا انه حاجة خطر، لكن دكتورة منال النهاردة ادتنا بصراحة تفصيل انه ليه خطر، يعني بتقول الانسجه نفسها جواه، يعني مفيش حاجه حضرتك هتعمليها في المطبخ هتقدر ان هي تعقم لك الفسيخ. ده حقيقي، مفيش حاجه اسمها يعني كده. في اللي يقول لك بنجيبه ونقليه او بنجيبه ونغليه او ولا ليمون ولا خل ولا ميه ولا اي ولا ميه سخنه ولا اي حاجه، تظل البكتيريا جوه الفسيخ. الانسجه نفسها اللي فيها المشكله. بالظبط كده. يعني بنشكرك دكتوره منال عز الدين خبير التغذيه في معهد تكنولوجيا الاغذيه على وجودك معنا. كل سنه وانتي طيبه، يا رب يعني العيد الجاي نحتفل بقى وناكل فيه رنجه من غير فسيخ رنجه بس، وعلى خير يا رب، وتعدي على خير، وان شاء الله ما يبقاش فيه اي اصابات من الفسيخ، وانه عشان خاصة المشاهدين مش هياكلوه باذن الله. هي كل حاجه بالتنظيم والتقنين. صحيح. وناكل وما نفرطش وناكل وما نكترش، وفي صحتنا ما نفرطش، يعدي العيد بامان وسلام. وسعيده ان كنت معاكم يا رب يا رب. اذا لا تاكلوا الفسيخ، به اضرار، به بكتيريا اسمها البكتيريا اللاهوائيه، لا تزول بالخل ولا تزول بالليمون، وليس لها اي حل غير الابتعاد عنه. لو اكلت فسيخ احرص على الفسيخه ورديه اللون، ابعد عن البني عن الازرق، اهرب، ممكن تعمل مشاكل كبيره. وزاره الصحه المصريه كل عام بتعمل أو بتعلن حالة الطوارئ في كل مراكز الإسعاف في يوم شم النسيم، تحسبا لأن في حاجة لا قدر الله لو حصل وحصلت لك حاجة ما تروحش على مستشفى عادية، روح على أحد مراكز السموم، لأن ده اللي يبقى عنده المصل وده اللي هيعمل لك غسيل معدة وهيعالجك. ده بتكلم كل ده على إيه يعني؟ على الفسيخ. ما نسيبنا من الفسيخ، عندنا الرنجة، عندنا الملوحة، عندنا التونة، عندنا السمك بقى بكل أنواعه. الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج تعقيد.